اليوم عندي لكم وصفة وايد حلوة ومميزة. هي وصفة من التراث الكويتي. احنا عادة نسوي قرص العقيلي، كيكة كبيرة، وحتى اول كانوا يدفنونها بالفحم ويستخدمون بكمية كبيرة البيض ويخفقونه في ايدهم، يعني كانوا يتعبون عليها عشان يحصلون على كيكة لذيذة وحلوة وطعمها وايد وايد حلو ونكهتها ريحة الزعفران والهيل. ان شاء الله اليوم راح اسوي لكم كيكة قرص عقيلي بطريقة مميزة وجديدة مع شوية سوالف حلوة دايما مثل اللي اسويها لكم دايما.